نشرة إخبارية مفصلة من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص وزير الشؤون الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج السيد جون كلود كاغوسو بمقابلة رسمية. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة المقطوعة في مجال صناعة الطائرات وصيانة كل سلاسل الإنتاج المتطورة ذات التكنولوجيا العالية خلال اليوم الثالث من زيارة التفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. بطولة كأس إفريقيا للأمم محفل كروي جامع يعزز التنمية في القارة السمراء ويقوي أواصر التمسك والوحدة بين شعوبها. والجزائر تؤكد نجاح كوت ديفوار البلد المنظم في إنجاح هذه الطبعة. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يؤكد التزام الجزائر بالمساهمة بكل جدية ومسؤولية في تحقيق انطلاقة جديدة لحركة عدم الانحياز والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على أهدافها ومصالحها خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 للحركة بالعاصمة الأوغندية كامبالا. العدوان الصهيوني الهمجي يواصل استهدافه للنازحين العزل في مخيمات اللاجئين في غزة، وكاميرا التلفزيون ترصد مشاهد الخراب الذي خلفته آلة الدمار الصهيونية. بداية، خص اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقابلة رسمية وزير الشؤون الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين بالخارج السيد جون كلود كاغوسو. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الوناس مقرمان. استقبل اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سعادة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر السيد جيوفاني بوغليسي الذي أدى له زيارة وداع غدا انتهاء مهامه. اللقاء حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام. خلال اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، قام السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة تفقدية لمؤسسة صناعة الطائرات بوهران. عين خلالها مختلف السلاسل الإنتاجية واستمع مطولا لشروحات قدمها إطارات وتقنيون عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة. هدى الوابح. فبعد مراسم الاستقبال من طرف السيد اللواء محمود العرابة قائد القوات الجوية ورفقة السيد اللواء محمد الطيب براكني قائد الناحية العسكرية الثانية، تابع السيد الفريق أول عرضا مفصلا عن مؤسسة صناعة الطائرات قدمه قائد القوات الجوية، شمل الجوانب المتعلقة بمهام المؤسسة ومختلف المنشآت والورشات التابعة لها، لا سيما منها السلاسل الإنتاجية وورشات التصليح وكذا احتياطات الأمن والسلامة. إثر ذلك كان للسيد الفريق أول زيارة ميدانية للمؤسسة عاين خلالها مختلف السلاسل الإنتاجية واستمع مطولا لشروحات قدمها إطارات وتقنيون عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة على غرار طائرتي سفير 43 ذات 4 مقاعد وفرناس 142 ذات مقعدين
كما تفقد ورشات التصليح ومختلف المرافق التابعة لها. السيد الفريق أول التقى عقب ذلك بالمستخدمين العسكريين والمدنيين، أين ألقى كلمة بالمناسبة أبدى خلالها سعادته بزيارة المؤسسة، وأشاد بجهودهم المضنية في أداء المهام المنوطة بهم في مجال صناعة وصيانة الطائرات. يجدر بي في البداية التعبير عن سعادتي بهذا اللقاء العملي الذي منحني فرصة زيارة وتفقد هذه المؤسسة الصناعية بالناحية العسكرية الثانية، وذلك في إطار حرصي على المتابعة المستمرة لأداء المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي. لقد حرصت كثيراً على زيارة هذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها، سعيا مني للوقوف شخصيا على سير العمل بها وتشجيع ودعم جهود مستخدميها في أداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات، بما يكفل الرفع من جاهزية قوتنا المسلحة لكي تظل دائما محافظة على قدراتها العملية في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة، والتصدي بالفعالية المطلوبة لأي طاري مهما كان نوعه أو مصدره. السيد الفريق أول ثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها في جميع مجالات النشاطات المبرمجة، حاثاً الإطارات والمستخدمين على بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة. وإذ أثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها حتى الآن في جميع مجالات النشاطات المبرمجة، فإني أنتظر من مسير ومستخدم المؤسسة بذل جهود أكبر وتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة والجودة العالية، والسهر على صيانة كافة سلاسل الإنتاج المتطورة وعالية التكنولوجيا التي تتوفر عليها المؤسسة وفقاً للشروط المطلوبة والمعايير المعمول بها في هذا المجال. في الأخير تابع السيد الفريق أول تدخلات مستخدمي المؤسسة، واستمع مطولاً لانشغالاتهم واقتراحاتهم، مسدياً للحاضرين جملة من التوصيات والتوجيهات العامة. ختاماً، وقع السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي للمؤسسة قبل أن يأخذ صورة تذكارية مع مستخدمي هذه المؤسسة الصناعية. ترأس اليوم الوزير الأول السيد نذير العرباوي اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات تتعلق بترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية تنفيذاً لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، الهادف إلى تكريس مقاربة جديدة لمراقبة النفقات. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة التي أمر السيد رئيس الجمهورية باستحداثها تجسيداً لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن. الحكومة درست أيضاً التدابير والترتيبات المتخذة لضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. أخيراً، وقفت الحكومة على المراحل النهائية لإنجاز مشروع التهيئة الطبيعية والبيئية والترفيهية لوادي الحراش المرتقب انتهاء أشغاله شهر مارس المقبل.
تعدت بطولة كأس أمم إفريقيا كونها حدثاً كروياً قارياً فحسب، فأصبحت محطة جامعة موحدة لشعوب القارة السمراء ودفعاً تنموياً فعالاً. والجزائر تؤكد أن طبعة كان كوت ديفوار ستكلل بنجاح كامل وشامل من شأنه تقوية أواصر الأخوة بين الشعوب الإفريقية، رغم محاولات يائسة مؤسفة من بلد مستعمر يستعمل الرياضة لأغراض سياسية عدائية ومغرضة لإفساد هذا المحفل الكروي. عبد العزيز بن سالم يفصل أكثر. لم تعد بطولة كأس إفريقيا ذلك الحدث الرياضي العادي، بل تحولت هذه المنافسة القارية إلى مصدر لمعالجة المشاكل الاجتماعية في إفريقيا، كما أنها تساهم في تنمية القارة وتعزيز التماسك والوحدة بين شعوبها. ومن هذا المنطق فإن الطبعة المنظمة في البلد الصديق كوت ديفوار لم تخرج عن هذه القاعدة، حيث أن هذا البلد الجميل الذي نجح في تحقيق التآخي دون تمييز في العرق أو الدين جامعا كل عشاق الكرة المستديرة، قد جعل من الكان عرسا إفريقيا بامتياز. إن الجزائر التي تجمعها مع كوت ديفوار علاقات متميزة لها قناعة راسخة أن طبعة الكان ستكلل بنجاح كامل وشامل، وستحقق مزيدا من تقوية روابط الأخوة بين شعوب القارة السمراء، ذلك أن كرة القدم تجمع ما تقطعه السياسة، وكل المشاركين بلا استثناء في هذا الحفل الإفريقي يدركون أن السياسة لا محل لها سواء فوق البساط الأخضر أو حتى على المدرجات وسط الجماهير. الشعب الإيفواري ما شاء الله شعب مسالم، مشينا في الليل في النهار استنينا مشينا ما كان حتى صعوبات، بالعكس سهلونا المشية سهلونا ضوء التقالي تاوعنا في ناحية على الأكل، احترموا الديانة تاوعنا على كل حال رام هما ثانيك مسلمين ما شاء الله الله يبارك المعظم تاعهم. وفيما يخص أخوة راهي تصير وين رحنا شفنا الحمد لله ما كان حتى إشكال، بالعكس تمنى ولنا حظ موفق. أجواء رائعة لهنا في كوت ديفوار، استقبلنا باستقبال ما شاء الله، يعني الشعب لقيناه يعرف المنتخب الوطني، يعرف حتى اللاعبين في الأندية تاعهم، يعرف كل شيء على الجزائر، يعني عندهم ثقافة تاع الكرة القدم مرسخة في ذهنهم. قاموا بنا ما شاء الله، نخرج وقت ما نحبوا، تخرج في الليل صباح أطفال فجر كاين المسجد تصلي في المسجد، وين تحب تروح ناس ما شاء الله. وفي ظل هذا الترابط الأخوي يوجد للأسف اسم المغرب، هذا البلد المستعمر بلد الشر والبغض، يحاول إفساد هذا الحفل الكروي القاري المتميز من خلال منع كوت ديفوار من تحقيق أي نجاح لهذه الطبعة حتى لا تغطي على الدورة القادمة المنتظرة في بلد المخزن. وبدليل أن المستعمرين من نظام المخزن استغلوا تصريحات في غير محلها لمؤثرة جزائرية بطبعها الساذج والتي أدان قولها كل الجزائريين، ويريدون تحويلها إلى قضية دولة. تحية الشعب الإيفواري اللي شفنا منهم غير الخير، جولنا في الأزقة والشوارع يعني الرئيسية من مدينة بواكي هنا والمدن المجاورة تاعها، الحمد لله استقبال كان قمة، شعب مسالم شعب طيب الحمد لله، مام في الفلوتيل تاني قينا استقبال تاع الموظفين تاع الفندق ما شاء الله، شعب قمة، وإن شاء الله نتمنوا باش نتلاقاوهم في لافينال في ستاد لورغانيزاسيون ما شاء الله، ما لقيناش عوائق كي جينا داخلين كواكسوسوا مع لابوليس ديالهم، رحبوا بينا الشعب ديالهم تاني ما شاء الله. Vraiment les Algériens sont super. Les Algériens sont vraiment 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 c'est un peu chaleureux. C'est un peu waouh. Vraiment, c'est super. Et puis, les Algériens, comme je dis, vous êtes vraiment la bienvenue ici. Vous êtes, on est heureux de vous voir, on est content de vous voir. On sait que vous êtes un peu bien, un peu positif. Vraiment, welcome to Algeria. Aqua ba, en Côte d'Ivoire. Allez. Là, je suis en mode vraiment Algérie et c'est un peu vraiment chaleureux. Là, on était là juste du passage et vraiment, ils sont très ouverts. Ils nous ont tout de suite, en fait, donné ce truc-là. Donc, honnêtement, les Algériens sont super.
الجزائريون وأصدقائهم الإيفواريون وعون جدا ولن يسقطوا في فخ نظام المخزن، ويدركون أن العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين الصديقين لن تؤثر فيها أو عليها تصريحات مؤثرة أو تمس بالتضامن المشهود بين البلدين الجزائر وكوديفوار. ولهذا السبب لابد من الأشقاء في دولة كوديفوار أن يتفطنوا إلى ألاعيب نظام المخزن الذين لا يقتصر وجودهم في كوديفوار لأغراض رياضية فقط، بل أبعد من ذلك بكثير. بتكليف من رئيس الجمهورية يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 لحركة عدم الانحياز الذي انطلقت أشغاله اليوم بالعاصمة الوغندية كامبالا تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك. وخلال كلمته خلال الاجتماع أكد عطاف أن الجزائر تتطلع من خلال هذه القمة إلى تحقيق انطلاقة تضفي زخما جديدا على القيم والمبادئ والمثل التي قامت من أجلها حركة عدم الانحياز، مبرزا أن الجزائر تلتزم بالمساهمة بكل جدية ومسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح الحركة وترقية أهدافها ومبادراتها. عطاف أكد أن القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل هذه الهيئة بحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي، منوها بأن الحركة بإمكانها تعزيز الضغط الدبلوماسي لوضع حد لآلة الدمار الصهيونية في قطاع غزة ومحاسبة المجرمين. إن الجزائر تلتزم أي التزام بالمساهمة بكل جدية وبكل مسؤولية في تحقيق هذه الانطلاقة الجديدة والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على مصالح حركتنا وترقية أهدافها ومبادراتها. ومن مجمل المسائل التي تطرح نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين، فإن هذا الوفد يتطلع إلى موقف قوي وحازم من قمتنا المقبلة حول القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة يمكن وصفها على أنها الأخطر والأدق في تاريخها. هذه القضية بحاجة إلى دعم أكبر من قبل حركة عدم الانحياز التي وبحكم ثقلها المعنوي والأخلاقي وتأثيرها السياسي وبناء على مواقفها الثابتة والمشرفة بهذا الخصوص بإمكانها المساهمة في تعزيز الضغط الدبلوماسي نحو وضع حد لآلة القتل والدمار الإسرائيلية في قطاع غزة. انطلقت اليوم بتونس أشغال مؤتمر الإعلام العربي الذي ينظمها اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية والذي خصص لموضوع الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي. ويشارك في هذا المؤتمر وزير الاتصال محمد العقاب إلى جانب خبراء من منظمات مهنية عالمية. وبالمناسبة أكد وزير الاتصال في تصريح للصحافة ضرورة مواكبة الإعلام للتطور السريع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في ظل الرهانات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي. والواقع أن مثل هذه الندوات أو الملتقيات هي علمية على كل حال، يعني على الأقل تفتح أذهاننا وأفقنا على ما يجري حولنا من تحولات. هذه التحولات تحمل يعني آفاقا مبشرة، ولكنها في الوقت نفسه تحمل تحذيرات عديدة.
أشرف اليوم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني على تنصيب مراسل المجلس بولاية تشلف في سابقة تندرج ضمن مسار استكمال تأسيس هياكل المجلس كقناة اتصال بين المواطن والمجتمع المدني من جهة وبين الدولة ومصالحها الإدارية من جهة أخرى، بما يحمي حقوق المواطنين ويكفل كرامتهم. مراسم التنصيب جرت بحضور السلطات المحلية العسكرية والقضائية والتنفيذية. في الذاكرة الوطنية، نظم اليوم منتدى المجاهد بالتنسيق مع جمعية مشعل الشهيد ندوة تاريخية حول أحد أهم قادة الثورة الجزائرية الشهيد البطل ديدوش مراد، وهذا في الذكرى 69 لاستشهاده. الندوة حضرها عديد الشخصيات التاريخية والسياسية وكذا بعض المؤرخين الذين أثروا النقاش حول البطل ديدوش مراد من خلال شهادات ومؤلفات من عايشوا الشهيد البطل ديدوش مراد. في النشاط الحزبي، نشط رئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق اليوم بمقر الحزب ندوة صحفية أكد خلالها عمق الإصلاحات التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن الحزب لا يدخر أي جهد لدعمها والانخراط فيها وفي جميع المبادرات السياسية التي تخدم الجزائر. ملتزمين مع الجزائر تاريخا وحاضرا ومستقبلا، هذه قناعة سياسية أن الكثير من الإنجازات اللي تشهدها الجزائر اليوم وبفضل السيد رئيس الجمهورية بمندوقية البلاد، هناك يعني فيه نظرة جديدة للجزائر الجديدة أصبحت معالمها لا تخفى على الجميع، وبالتالي احنا من بين المسار اللي نأكد عليه هو مسايرة كل ما هو جميل، وكذلك نؤكد على عمق الإصلاحات. في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي الجاري عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني. ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران، فيما تم كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالبويرة يحتوي على أغراض مختلفة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية 47 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 4 قناطير و15 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 644,129 قرصا مهلوسا، وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإليزي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 113 شخصا وضبطت 54 مركبة و145 مولدا كهربائيا و65 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن و83 قنطارا من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 31 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و13 بندقية صيد وبندقية نصف آلية و129,259 لترا من الوقود و50 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و58 قنطارا من مادة التبغ و6606 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية ل 28 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 267 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
إلى تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يواصل العدوان الصهيوني الهمجي قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الثالث بعد المئة بارتكاب المزيد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني، حيث استشهد 163 فلسطينيا على الأقل وأصيب 350 جريحا خلال 24 ساعة الماضية جراء القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال الصهيوني، مستهدفا فجر اليوم مدينة رفح وخان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوة الاحتلال. يحدث هذا وسط أنباء تتوقع توصل حركة المقاومة والاحتلال إلى اتفاق يقضي بإدخال الأدوية وشحنة من المساعدات الإنسانية للمدنيين بقطاع غزة، خاصة المناطق الأكثر تضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاجها الأسرى الصهاينة لدى المقاومة. هذا فيما تشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات واعتقالات طالت 79 بكل من مدينة طول كرم ومخيمها والخليل وبيت لحم. النشرة متواصلة وفيها أيضا: محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران من أهم المشاريع الاستراتيجية المنجزة وفق المعايير الدولية. الآن يتجدد موعدنا مع النشرة الاقتصادية، في تقديمها منى العجال. أهلا بك. أهلا بك أميرة. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. محطة تحلية مياه البحر بالرأس الأبيض بوهران واحدة من أهم المشاريع في قطاع الري، التي من شأنها تزويد الولاية والولايات المجاورة ب 300,000 متر مكعب من المياه، يجرى إنجازها وفق المعايير الدولية، والتي كانت محل معاينة من قبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك رشيد حشيشي، حيث وقف على مدى تقدم الأشغال مؤكدا أن هذا المشروع الحيوي يندرج ضمن البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية المتعلق بإنجاز 5 محطات جديدة عبر التراب الوطني. هذا وأشرف رشيد حشيشي على تدشين وحدة فصل غازات الهواء بالمنطقة الصناعية أرزيو التي ستقوم بإنتاج الأكسجين الطبي. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هو الذي أوكل إلى سوناتراك إنجاز هذه المحطات، 5 محطات عبر التراب الوطني الساحل الجزائري من الشرق ولاية الطارف مرورا بولاية بجاية وكذا ولاية بومرداس وولاية تيبازا للوصول إلى هذه المحطة في ولاية وهران. هذا برنامج استعجالي لرئيس الجمهورية وسوناتراك ملتزمة بتنفيذه إن شاء الله في الأجل. هنا في ولاية وهران نحن نشكر السيد ولي ولاية وهران لأنه مهتم ويتابع معنا المشروع خطوة بخطوة، وهو يعطي كل التسهيلات، والأشغال تسير بطريقة جيدة بتنسيق تام. وأنا هنا أشجع كل العمال وكل الشركات متاعنا اللي تنفذ هذا المشروع. في موضوع آخر، يعد مصنع إنتاج التوربينات الكهربائية بولاية المسيلة موردا هاما للاقتصاد بالمنطقة ومساهما فعالا في تنمية المورد البشري من خلال توفير مناصب شغل إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواد كانت تستورد قبل سنوات من الآن. جميل عربيد. تقوم الوحدة بتصنيع 120 مجموعة، وكل مجموعة منها تحتوي على 62 قطعة غيار تدخل في مجملها في تصنيع التوربينات. من بين النشاطات الرئيسية لهذه الوحدة هناك نشاطين أساسيين. الأول يتمثل في تصليح وصيانة كل ما هو معدات كهربائية وصناعية لكل المنشآت الطاقوية، والمحور الثاني ويتمثل في صنع قطع الغيار لهذه المنشآت الطاقوية.
تتميز القطع المصنعة هنا بقدرتها الكبيرة على التحمل، إذ أنها صممت للعمل في ظروف جد قاسية من حيث الحرارة والعوامل الخارجية المؤثرة. هي طريقة من أجل الحصول على القطع، وبخصوص القطع ذات القيمة المضافة العالية، والتي تعتبر قطع نبيلة من أجل وحدات الإنتاج، إنتاج الكهرباء لمجمع صنع الغاز. طريقة التصنيع هنا تكون وفق مخططات ثنائية وثلاثية الأبعاد، كما تتم مراقبة جودة القطع بواسطة آلات ثلاثية الأبعاد هي الأخرى، مما يكسب المنتوج النهائي جودة ونوعية وفق المقاييس العالمية. توقعت الشركة الجزائرية القطرية للصلب بلارة في بيان لها إنتاج 1.9 ملايين طن من منتجات الحديد خلال العام الجاري، أي بزيادة تصل إلى 200 ألف طن من الحديد مقارنة بالسنة الماضية. واعتبرت الشركة أن المركب قد حقق جميع الأهداف المسطرة في المرحلة الأولى قبل الانطلاق في المرحلة الثانية من عملية توسيعة المركب وبلوغ قدرة إنتاجية تقدر بأربعة ملايين طن سنويا. هذا ويسعى المركب إلى ولوج أسواق عالمية جديدة، وبشكل خاص السوق الأمريكية، بتصدير حديد الخرسان الذي يتطلب بعض المعايير والمقاييس الخاصة. تنفيذا لتعليمات وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، اجتمعت اللجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن قطاع التجارة وترقية الصادرات والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، حيث خصص الاجتماع لمناقشة جميع القضايا ذات الصلة بانشغالات الصيادلة، لا سيما تلك المتعلقة بالرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري الحامل لرقم 101206. وعلى ضوء الاجتماع قرر وزير القطاع تجميد التعديل الذي مس مضمون رمز نشاط الصيادلة الحامل لرقم 101206 مع الحفاظ على نشاط الاختبارات والتحاليل الطبية إلى حين انتهاء أشغال فوج العمل المنصب على مستوى وزارة الصحة، إلى جانب إثراء المضمون وفقا للأحكام المتعلقة بصرف المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتجزئة والمواد شبه الصيدلانية. والآن نستعرض معكم أسعار بعض المنتجات الفلاحية. الـ24 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية من 27 إلى 31 مايو القادم بنيروبي الكينية. ويتعلق الأمر بالاجتماعات السنوية 59 لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية والاجتماعات 50 لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي. ويتمحور موضوع الاجتماعات حول التحولات المالية والاقتصادية في قارة إفريقيا. شهدت أسعار النفط الخام انخفاضات قوية على صعيد تداولة اليوم وسط المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية أن يتباطأ الطلب الصيني على النفط الخام خلال الفترة المقبلة. وسجلت العقود الفورية لخام برنت هبوطا حادا بنسبة 1.33% لتصل نحو 76 دولارا فاصل 87 سنتا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.28% ليبلغ 71 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار عقود الذهب الفورية خلال تداولة اليوم بواقع 0.3% لتسجل 2021 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الآجلة ب 0.22% لتسجل 2025 دولارا للأوقية. ختام الاقتصاد بصرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري.
ختام الموعد الاقتصادي، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. النشاط الخامسة متواصلة، وفي الرياضة الآن وفي كرة اليد، استهل المنتخب الوطني مشواره في الطبعة 26 لبطولة إفريقيا للأمم 2024 الجارية منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة بفوز ثمين على منتخب الجابون ب 31 هدفا مقابل 27 هدفا. هذا وسيقابل المنتخب الوطني منتخب ليبيا يوم غد بداية من الساعة 5 مساء. في الحدث الكروي الإفريقي كان كوت ديفوار من المنتظر أن يجري اليوم شبال بالماضي حصة تدريبية بالمدرسة الكلاسيكية بالمدينة الإيفوارية بواكي، وهي الحصة التدريبية الأولى بعد المباراة الأولى أمام أنغولا، حيث فضل الناخب الوطني أمس الاكتفاء بحصة استرجاعية. بهذا نصل إلى ختام النشرة، إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يخص وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج السيد جون كلود كاغوسو بمقابلة رسمية. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل سعادة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر السيد جيوفاني بوغليسي الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة المقطوعة في مجال صناعة الطائرات وصيانة كل سلاسل الإنتاج المتطورة ذات التكنولوجيا العالية خلال اليوم الثالث من زيارة التفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران. بطولة كأس إفريقيا للأمم محفل كروي جامع يعزز التنمية في القارة السمراء ويقوي أواصر التمسك والوحدة بين شعوبها، والجزائر تؤكد نجاح كوت ديفوار البلد المنظم في إنجاح هذه الطبعة. وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يؤكد التزام الجزائر بالمساهمة بكل جدية ومسؤولية في تحقيق انطلاقة جديدة لحركة عدم الانحياز والعمل من موقعها بمجلس الأمن في سبيل الحفاظ على أهدافها ومصالحها خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 19 للحركة بالعاصمة الأوغندية كامبالا. العدوان الصهيوني الهمجي يواصل استهدافه للنازحين العزل في مخيمات اللاجئين في غزة، وكاميرا التلفزيون ترصد مشاهد الخراب الذي خلفته آلة الدمار الصهيونية. بهذا نصل إلى طي أوراق النشرة، السلام عليكم.